يا المشاهدين، هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ. لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. ألو القوالب ديال المخزن ما عندنا ما نديرو بهم، وانا معاك فتاباش معايا. دابا واش تكلم على المعادن اللي كتسرق الدهو بليونز اوف دولارز اللي كتسرق سنويا؟ ان عندي الحياه دمكم، واش غير حنا في لوطوغيت بالشويه عندنا؟ عطيناكم شتا التيسع، خلينا نهضروا مع الناس اللي تنهضروا معاهم. واش يطلقني ولدك وتشدني انت بيني وبينك؟ على الله انا ساكن لوطوغوت هذه، لوطوغوت على الله قطع هذا التليفون. او دابا وليدي كتاخذ هذا الموقف، وقبيله صاحبك كيقول لك راه لا حنا خوت. باش حنا خوت؟ خوت واحد كياكل واحد جيعان، وخوت واحد كيحشي في الاخر القرعه. وانا لا نرتي على تي لمو شي واحد، لا نرتي على شي واحد. وسير حوي امك، راه هادشي اللي كيقريوك في الاسلام. سير حوي امك، هذه راه ماشي مواطنه الزامل. واجي انا تقول بعليا طبون امك وتقول لي راك شلح اود القحبه؟ والله عطيك شي مصيبه وهاد النايه ما عطينيكمش حتى اتساع. فك معايا شبيني وبين اسير تقود. قال لك اضرب طاسه، هي ديك الطاسه. واش دابا كتضحك على كرك؟ والله حتى نوصل انا شي بوليسي ونخوت لا شي جدارمي يهبطني ويقبطوا ليا في النكب. اسير عطيني اتساع. سير تحوى يا المخزني وقول للشاف ديالك اجي يشد ليا الزبي. اش بدك عليا فلوسي؟ انا اش تنجير؟ ولادك في الميريكان كان ولادك فين ما، وانا اش عندي؟ عندي ام الله يعطيك مصيبه. تفك معايا انا اخويا. واسير الوالد بغيتي تمشي للغوطه ان شاء الله، خليه هنا هذيك الحاجه. اش كضرب ليا التليفون؟ باش نعسني بالفاك لوبيوم ديال الهضره ديال المخزن والهضره ديال الامام ديال المساجد.